إذا تريد تحول من كارتيزيان إلى سفيركل لازم تربط الإكس شنو المناظر إلى بالسفيركل. لو تشوف إنه الإكس هذا هو الإكس وهذا هو الواي، أكو علاقة مع الآر؟ لا ما أكو أي علاقة. العلاقة ليش؟ لأن الآر وين موجود؟ الآر موجود كبعد وين؟ كارتفاع، يعني مو نفس البلين الموجود بالإكس والواي. فإذا بهاي الحالة لازم أنت شنو تسوي؟ أول شيء تسقط الآر، تسقط الآر وين؟ على الإكس واي بلين، هنا على الإكس واي بلين. فشون السقطة؟ إذا شوف إنه راح تقول ما هو إلا R الزاوية البعيدة، هنا ثيتا الزاوية القريبة، الزاوية البعيدة راح تكون شنو؟ أكيد شنو؟ ساين وليس كوساين، اتفقنا. الزاوية البعيدة دائما تكون شنو؟ ساين، ساين الزاوية. فتقول R ساين ثيتا. فهنا شنو حصلت؟ تسقيط R وين؟ بالأكس واي بلين. بعدين تحوله وين؟ على الأكس أكسس، لأن أنا أريد يعني تمثيله مع الاكس اكسس، يعني الاكس شنو كافئنا من الار. فسقط وين؟ على الاكس. فشون سقط الكمبونت اللي حصلتها؟ فاكيد راح تكون الزاويه القريبه اللي هي هاي المحصوره فاي، فراح يكون كوساين فاي. نفس الشيء بالنسبه للواي، نفس الشيء سقط الار على الاكس واي بلين، فايضا تحصل ار ساين ثيتا. بعدين سقط وين؟ على الواي. شنو عندك؟ ما عندك فاي هنا، عندك الزاوية البعيدة اللي شني ساين فاي. بالنسبة للزد، الزد سهلة لأن الآر مع سيم بلين مع الزد، فشنو مباشرة سقط على الزد. بس شنو عندك؟ زاوية كوساين لوساين، فأكيد كوساين لأن زاوية قريبة كوساين ثيتا، وهكذا. بالنسبة من بالعكس الآر اللي هو الوتر اللي هو اكس تربيع زائد واي تربيع اللي هو ما هو إلا الرو، هذا طبعا زائدا شنو؟ زد تربيع. فهو هذا الوتر مالت من مال رو والزد، والرو بالكارتيزيان ما هو الا اكس تربيع زائدا واي تربيع. نفس الشيء الثيتا تان انفيرس شنو المقابل على المجاور، والمقابل ما هو الا شنو؟ هنا عندك اللي هو الرو اللي هو اكس تربيع زائدا واي تربيع، والمجاور شنو؟ اللي هو الزد. هنا عندك هذا هو الرو المقابل، أوكي، وهذا هو الزد. والفاي يساوي تان انفيرس أكيد نفس الموجود بالسلندريكال واي على إكس. نفس الشيء بالدوت برودكت، هنا أي بار إكس دوت أي بار آر، شلون تحصل أي بار إكس دوت أي بار آر؟ فهنا أيضا جدا مهمة شلون تعرف إنه السقط أي بار إكس دوت أي بار آر. فهنا من الرسم دائما كل الأشياء ناخذها من الرسم، ماكو أي شيء حفظ، واضح؟ أتمنى أنه هاي الصورة تكون عندكم واضحة، كل شيء نفهمه وما نحفظه، لأن إذا تحفظ راح تسوء عليك الأمور، لأن راح تجينا كذا قوانين كذا بالفصول الجاية، راح تحس أنه بعد خلاص ما تقدر تواكب الأمور. بس إذا تفهم الأمور من البداية راح تسهل عليك الأمور بحل الأسئلة بالفصول التالية. فلو نشوف هنا A bar X dot A bar R، هنا شون السقط الـ A bar X الموجود هنا وين مع الـ A bar R الموجود هنا؟ هذا هو الـ A bar R، ما موجودات in the same plane. فشون عملية التسقيط هنا؟ لو شوف انه شو مطلع لك هو ما هو الا ساين ثيتا كوساين فاي، وهذا الشيء صحيح. اذا سقط الاي بار اكس فهنا لازم عندك عامل مساعد اللي هو هذا الرسم، هذا الرسم هنا. دائما هذا الرسم الاول وهذا هو الرسم الثاني، الرسم الاول والرسم الثاني. دائما خلي ببالك اذا تفيد السقط من الار بلين الى اكس واي بلين، دائما اول شيء سقط الار وين؟ على الاي بار رو، وبعدين يلا تلجأ وين؟ الى الرسم الاول. يعني الاي بار رو هو حلقة الوصل بين الار زد بلين والاكس واي بلين.
واضح؟ لأن قاعد نتعامل مع two planes منفصلات. فهنا مثلا هو شنو ذكر انه بالبداية a bar x dot a bar r، فمباشرة تقول هذني موجودات different planes، فمباشرة تاخذ two figures هذن one و two. طبعا ايضا راح يعني راح تتذكرهن مو الوقت يعني تتذكرهن بعد ما تحتاج بالامتحان ترسمهن، فترسمهن انه بالبداية طبعا الرسم الاول هذا بعد خلاص هذا الرسم الاول عرفناه من السيلندريكال سكشن اللي خذيناه بالفيديو الاول. فهنا الشيء الجديد شنو صار عندك هنا هذا الرسم الثاني اللي هو شنو اذا نشوفه انه هنا راح ترسمه عن طريق هذا الشكل اي بار رو وهنا شنو اي بار زد شنو بيناتهم بالنص الاي بار ار. اوكي هسه نخلي شنو بعد شنو عند النقص اي بار ثيتا وانا اخليها الاي بار ثيتا اخليها بهالشكل هذا الاي بار ثيتا. ليش صار جوا الاي بار ثيتا؟ من يجاوب على هذا السؤال ليش اي بار ثيتا جوا؟ لان اتفقنا انه الاي بار ثيتا وين موجوده؟ تنطلق من الزد اكسس وتنزل وين الى الاسفل بزاوية من صفر إلى الباي، صح ولا لا؟ بالتالي رسمناها للجو لجوه بهذا الربع. ليش؟ لأن أصلا لازم بيناتهم شنو بين الثيتا والأي بار آر 90 درجة، واضح؟ وأيضا هنا أكيد نكمل نرسم شنو ناقص أي بار ثيتا بهذا الشكل. هي آلية رسم الفيجر الثاني اللي راح يساعدك بالتحويل. بعدين شنو أخلي؟ أخلي الزوايا شنو عندي هنا؟ عندي هنا أكيد الثيتا أنطلق منها، هاي هي الثيتا هنا. بعدين أي شيء معاكس أخلي بيتا، ما سميته ألفا سميته بيتا، ماكو مشكلة. وأخلي هنا أكيد راح تجي ثيتا وهنا شنو تجي هنا بيتا. طبعا البيتا معناها ساين والثيتا معناها شنو كوساين، لا أكثر ولا أقل. هسه راح نجي نستخدم هاي two figures لإيجاد a bar x dot a bar r. فلو شوفوا هنا ال a bar x dot a bar r نفس ما قلنا ماكو أي علاقة بين ال x ويا ال r، فشنو حلقة الوصل a bar row. فأول شيء شنو أسقط؟ أسقط ال a bar r على يمن على ال a bar row. فمن يجاوبني شنو تسقيط ال a bar r على ال a bar row عن طريق هاي الزاوية؟ فأكيد الجواب راح يكون شنو؟ راح يكون ساين ثيتا. هل وجدت الجواب النهائي؟ لا، أنا فقط سقطت على الأي بار آر. بعدين وين أجي للفقر الأول؟ هذا هو الأي بار العفو أي بار آر سقطت على الأي بار رو. بعدين استفاد أنه الأي بار رو وين أسقطه؟ على الأي بار إكس. من يقول لي شنو تسقط اي بار رو على اي بار اكس هنا؟ وهاي عندك الزاوية هنا اكيد كوساين فاي اللي هو اذا نشوف هسه نراجع هاي نفس النتيجة هنا ساين ثيتا كوساين فاي. نفس الشيء اي بار اكس دوت اي بار ثيتا، تسأل نفسك هل اقدر احصلهن من فيجر واحد؟ لو لا لازم استخدم تو فيجرز، الجواب أكيد two figures لأن الثيتا ما موجودة بالسيم بلين مع الأكس واي بلين. فأكيد راح نلجأ وين؟ أسقط أي بار ثيتا، يعني إذا أكتبه هنا شنو هو أي بار إكس دوت أي بار ثيتا، أي بار ثيتا شنو هو التسقيط هنا؟ أسقط على الأي بار رو، الأي بار ثيتا أسقطه وين؟ على الأي بار رو اللي هو حلقة الوصل. شنو التسقيط مالتك؟ شنو عندك الزاوية هنا؟ ثيتا. إذا شنو؟ واحد قل لي كوساين ثيتا. وبعدين الأي بار رو وين أسقطها؟ على الأي بار إكس. شنو تسقيط الأي بار رو على الأي بار إكس هنا؟ فأكيد اللي هو شنو؟ كوساين فاي، كوساين فاي، كوساين ثيتا، كوساين فاي. خلينا نشوف. نعم، وهكذا. شوف هل حفظنا شيء؟ ماكو أي شيء حفظ، كله فهم. ونفس الشيء للبقية، أنت حاول تجربهن بالبيت يعني أثناء الحل وشوف هل تحصل
نفس الأجوبة بالنسبة لهذا أو هذا أو هذا. هنا نفس الشيء أكيد إذا عندك A bar Y A bar Phi، هنا تسأل نفسك هل أحتاج two figures؟ لا، الجواب لا، لأن الفاي موجودة ويا الواي اللي خديناه بهذا الفيجر، فإذن بس هذا كأنما cylindrical. أوكي، ماكو أي مشكلة بالبقية، أيضا نسويهن ونشوف. التحويلات اللي هو إذا تريد ال بالسفيركل وعندك شنو، عندك كارتيزيان، أيضا تسوي له دوت ويا الـ A bar R A bar ثيتا A bar فاي وتطلع، راح يطلع لك شنو. أول شيء تنزل الكوفيشنتس، ماكو أي مشكلة، بعدين نحولهن، بس تسوي الدوت برودكت، يعني هنا A bar X دوت A bar R، تسأل نفسك فنفس اللي طلعناه من التو فيجرز، طبعا راح يطلع لك ساين ثيتا كوساين فاي، نفس الشيء A bar Y دوت A bar R أيضا من التو فيجرز ساين ثيتا ساين فاي، والA bar Z دوت A bar R هذا أصلا تقدر تطلع من هذا الفيجر اللي هو شنو كوساين ثيتا، وهكذا بالنسبة للبقية. وأيضا بالعكس، أيضا إذا عندك سفيركل تحوله إلى كارتيزيان، سوي له دوت وين ويا الA bar X A bar Y وA bar Z. فهي شوفها شوي عملية شوي تحتاج وقت، بس مع التمرين وحال كذا أمثلة تقدر تصير عليك الأمور سهلة.